طبعا هو موضوع مو مقياس بشكل عام، هي تعتمد على كل شخص. اكو بعض الرجال يتقبل ويفرح بالموضوع بانه اكو زوجه ممكن تسانده وتعينه بمصروف البيت وعادي يكون مرتبها اعلى من المرتب اللي هو يحصل عليه، وكل بعض لا، يعني ينبع عنده شعور الغيره وشعور الاستنقاص ويحاول بانه يهمش هذه المراه لانه والله ممكن يكون راتبها واجورها اعلى من عنده. فهي تعتمد على كل شخص وعلى كل رجل، اكو بيهم يتقبل ويفرح بانه راح تعينه بيوم من الايام، واكو بيهم ما يتقبل الموضوع. صح، اكيد اكو اصلا ما يتقبل تشتغل حتى صح. راتبها اعلى ولا راتبها اقل، لانه يحس انه هذا الموضوع ممكن يصير به منافسه، او ممكن تحس بعديه خلاص مو بحاجه اليه. كل واحد وطريقه تفكيره، واكو لا يعتبر انه اذا هي اعلى او اقل هذا ما له علاقه بعلاقتهم، ويفرح لها اذا هي راتبها كان افضل من راتبه، والامور متغيره، يمكن باكر عقبه تصير اقل، ويمكن يصيرون نفس الشكل، ويمكن هو يزيد. واكو اللي لا بالعكس، انه يشعر بالغيره ويشعر بانه يريد يبدي يحاربها او يحاصرها، او اللي يخليها بعد هي تقوم تصرف على البيت ما دام هي راتبها اعلى، وحتى بعضهم يقعد بالبيت اذا هي راتبها اعلى ويخليها هي تصرف على البيت. اذا المراه كان راتبها اعلى من الرجل، اكو بعض الرجال يحسون بان هذا صار مصدر تهديد بالنسبه له، انه مثلا هي بعد ما راح تحتاجه، راح تكون مكتفيه بذاتها عن الرجل. هنا أنا ممكن الرجل بان يخاف بانه ممكن تتركه هنا الزوجه، وهذا اعتقاد خاطئ. ليش؟ انت شخصيتك وين؟ رجولتك وين؟ المرأة ايش قد ما يكون عندها راتب، حتى وان تزوجت وحده مثلا وضعها المادي ببيت اهلها افضل من عنده، وعندها مثلا املاك واموال. الرجل هنا شلون راح يتعامل ويا المرأة ترى؟ اذا كان راح يعطيها رجوله، راح يحسسها بان هو موجود وداعم بحياتها، ترى ما راح ياثر عليهم موضوع الماده اذا كان هي راتبها اعلى منه. لكن اللي عنده شعور بالنقص او زوج اتكالي راح يتكل عليها، هنا المراه فعلا ممكن تحس بان هي ما محتاجه لهذا الرجل، بان هي مكتفيه بذاتها. هو اساسا الرجل الحقيقي ما يباوع على الامور بهذه الطريقه بانه هي راتبها اعلى ولا يسالها. اكو بعض الرجال انا اشوفه هل قد ما هو عينه مليانه ويحبها ومكتفي بيها ومكتفي بالشغل ويعرف قدراتها ومؤمن بقدراتها كرجل، ما يباوع ما يسالها ايش قد راتبك، بالعكس يعطيها فوق راتبها مصروف. صحيح. لانه يقول لك هذا راتبها، هذا تعبها، هي حره، ممكن تريد تنطي لاهلها، ممكن تريد تساعد صديقتها اختها بهذا الراتب، فمو من حقي اتصرف به. بس اكو يعني الصنف الثاني اللي هو للاسف عينه دائما على راتب الزوجه، كل حكايه والثانيه بانه انت ليش ما تصرفين مثل ما انا اصرف على البيت، انت ليش ما تسوقين. لا، هذه مسؤوليات الرجل بصراحه. المراه هنا اذا بادرت من عندها شخصيا وهي راضيه عن هذا الموضوع بانه تعين وتساعد بمصروف البيت من راتبها الخاص او من مصروفها الخاص، هي حره اكيد، انا ما اتحكم بيها. بس انا شخصيا ما افضل بانه المراه اصلا تساهم باي شيء يخص البيت ولا تساعد الرجل، الا في حالات استثنائيه ممكن الرجل يكون بيها عاجز عن العمل، عاجز عن القيام بمهام معينه، توقف شغله لفتره معينه اساعده وابادر، بس بالمقابل اني مو اقعد اصرف على البيت، اني ارتبطت بشخص على مود هو يتحمل مسؤوليتي، مو اني اتحمل مسؤوليه نفسي ومسؤوليه العمل وضغوطات العمل واتحمل مسؤوليه العائله، وهم هنا اجي بالاخير اني اصرف على هذه العائله. صحيح، واكيد طبعا هو الرجل هو القوام، بالتالي صح. هو مسؤول عن هذا المنزل ومسؤول عن الفلوس، الاكل والشرب والكسوه، همين الملابس. صح. ان انا هذا حقي. صح. انا تزوجت وتزوجت رجل فهو مسؤول عني. في حال انا كان عندي عمل وراتبي زين، خلينا ما نقول انه هو اعلى وانصب شويه وما ادري ايش، انا عندي راتب زين، هذا الراتب المفروض انا اذا راتبي متمكنه احسانا يعني تفضلا من عندي اشارك بالمنزل، ما عندي مشكله اشارك، لان يعني انه انا بما انه دا اشتغل حتى ما يصير هاي الاشكالات، انه انا هم دا اشتغل، هم هذا وقت، هم مرات ممكن يصير اكو فد تقصير، فد امور، فد كذا، بحساب انه انا موظفه او امراه عامله. صح. اساهم بالبيت، اساهم لاطفالي على الاقل. صح. اساهم للاولاد، لكن اصير انا اصرف على البيت وهو خلص يشيل ايده لانه انا امراه عامله؟ لا، انا امراه عامله لانه انا انسانه طموحه، عامله لانه انا اريد وضعني يصير افضل، مو انه انا اكون المراه والرجل بنفس الوقت، لانه هذا ما يخالف القيم والمبادئ الاساسيه اللي على اساسها الزوجه والمراه والرجل. صح، واكو شغله هماتين احب اذكرها دكتوره، المراه من تشتغل تقوم تعرف قيمه الفلوس وش قد يصرف الرجال على البيت، فتقوم تقدر انه المصاريف الزايده ممكن بانه تتجاوزها، او تقول مثلا هذا الموضوع تقوم تفكر شلون يسوون ميزانيه خاصه للبيت. هذا الموضوع ممكن يخدم الرجل اذا كانت هي مرأة عاملة، اما فعلا موضوع انه تصرف على البيت هذا مو واجبها،
ولا يعني مطلوب من عندها، هذا واجب الرجل وحده. لكن هي اذا حبت تصرف على البيت ما بها شيء، هذا حلو اصلا مساهمه. شايفه احنا مثلا مرات نطلع للسوق نشوف شغلات نتخيلها انه بالبيت من راح تنحط كديكور راح تطلع حلوه، خو ما اروح الرجل يرجع البيت ولا تعطيني فلوسها حتى. ما حيفتهم هاي الشغلات ليش بالضبط هاي الامور احنا نحس بها، احنا نشوف وجودها راح يكمل او حيكون اضافه للبيت، فبالعكس انا يمكن من اجيبها واخليها بالبيت راح اكون فرحانه انه دا اسعده، شوف انا ايش ساهمت بشيء لبيتي. صح، هذه اشياء ثانويه، انا اعتبرها هي اكسسوارات هي للمراه مو للرجل، حتى المواعين هاي تفاصيل للمراه، مو من حق يعني المراه تطالب بانه لازم تشتري لهذا الشيء اللي عاجبني. بس اكو للاسف بعض الرجال اللي هو هذا ما ادري شنو اسميه وشنو افسر الموضوع، اذا مره من المرات المراه بادرت بانه مثلا تدفع ايجار هذا الشهر لانه ظروفها وعندهم التزامات اخرى، سيارته عاطله من هالكلام هذا، ساهمت مره الشهر الثاني بعضهم يقول لك انت عادي دفعتي ذاك الشهر دفعي هذا الشهر بعد، فيصير بالنسبه له ويشعر هو بانه هذا واجبك مثل ما هو واجبه، يصير تعويد الموضوع ويطالبك بانه انت لازم تدفعين، اذا سوقتي مره او مرتين راح ينتظر من عندك انت تسوقين بعد وبعد. اكو بعضهم ما متحملين مسؤوليه، ممكن هو بدايه الزواج تعلم او تربى او اهله قالوا له انه انت لازم تتعود تتحمل المسؤوليه، فمره مرتين هو اللي صرف وتحمل صاريف كاملة. بس إذا أنت مرة واحدة بادرتي راح يشوف هذه مو مبادرة، هذا واجب من عندك ولازم تسويه تجاه البيت. مو لهنا وبس، يعني هذا المسكن توفيره من حقوق، يعني أكو حقوق علي وأكو حقوق إلي وأكو واجبات وأكو صح. التزامات، أكو فرق بالمصطلحات، فأنا هذا المفروض يوفره الزوج، مو أنا أقعد أوفره. ممكن أساعد، ممكن أدعم، ممكن أشارك، ممكن أجعل حياتنا أكثر رفاهية صح. باعتبار انه اني وضعي المادي زين، ممكن انه اولادي شايفه انه هذا هاي الشغله اني عجبتني اخذها لاولادي، عجبتني اضافه للمنزل، عجبني هذا هاي الطبله غاليه بس اني حابه تكون ببيتي، مو الا اني رجلي مو مجبور يجيب اغلى الاشياء صح. والامور لانه هم اني امراه عامله وهم عندي راتب وهم هو لازم يصرف علي، لا هاي مو اسمها يصرف علي، هاي اسمها اني حابه اجواء معينه واني عندي امكانيه فاذا اني لازم اصرف، لكن بالمقابل مو انه اني اصرف ادفع ايجار البيت ولا اني ادفع هاي الاشياء الاساسيه، مثلا اني احير كل يوم ادفع المسواق والاكل والشرب، لا يعني ليش متزوجه على هذا الاساس؟ ما هو هنا اللي راح يوقع الرجل بالخطا، من راح يخلي زوجته تدفع ايجار البيت وتدفع المسواق وهي تحير بمصاريف البيت ويقول لك بعدين المره من تشتغل او تتعلم تعوفني، اكيد تعوفك اذا هي قايمه بكل البيت، يعني ليش لعدة تبقى مثلا مرتبطه؟ وهاي سمعتها انا من هواي نساء بعد الانفصال. تقول اني اتكل علي تماما، خلى كل المصاريف اني علي، خلى مصاريف الاولاد ومدارسهم علي، شنو وجوده لعل بحياتي؟ المراه تريد شخص يحتويها، احساسها بالامان اي بانه الرجل يقولها وقت اللي تعتازين انا دائما موجود ومكفيك، هو هذا مفهوم لعل الرجال قوامون على النساء، اول شيء يبدي بجيبه. صح اكيد طبعا، يعني هذا شيء اتفقنا عليه كنا، ويعني نساء عاملات وعندنا راتبنا الكافي والوافي، بس اكو اشياء احنا من نصرفها بمجال معين بشيء معين هي من نفس طيبه مثل ما نقول صح. بس اليوم احنا اذا نجي على الرجال اللي هو يريد المراه تساهم بكل شيء وتساعد بكل شيء وتبادر بكل شيء وتتحمل المسؤوليه نص بنص، لا هنا المراه تقدر تتحمل مسؤوليه نفسها وحدها، واذا عندكم اولاد تقدر تتحمل مسؤوليتها ومسؤوليه الاولاد، ما مجبوره المراه هنا تصرف على البيت ماديا، لانه خلينا يعني نكون واقعيين جدا، العطاء هو عباره عن ماده، عطاء بالمشاعر هذا اجباري بين الازواج، العطاء بالحب، العطاء بالاهتمام، بس الاولاد هم يعني اللي هم هسه كبروا فاهمين العطاء هو عباره عن عطاء مادي، والعطاء المادي اني كبران على هذا الشيء هو لازم يكون من الرجل اكيد مو من المراه، يعني انا ما انتظر امي هي اللي تدفع لي قسط المدرسه، ولا انتظر امي اذا هم مرتبطين وعلى يعني عائله كامله مو منفصلين ما انتظر امي تدفع لي، ليش والدي شنو وجوده بحياتي؟ ما يشتغل، ما عنده القدره، لا سمح الله معوق بشيء اسم الله، ما به اي شيء، ليش ما يكون هو اللي يصرف علي؟ احب اعلق على الشغله دكتوره عذريني، ذكرتي شغله كلش مهمه زينه، انه الرجل لازم من هو يصرف ويعبر عن المشاعر، تعبير الرجل المشاعر ترى ماديا بالعطاء طبعا، لما يجيب لها مثلا قطعه مثلا مجوهرات راح تتزين بها، هذا هو التعبير العاطفي بالنسبه الى للمراه،
ترى مو كلام يعني. حتى الدنيا اوكي الكلمات الطيبه موجوده، بس لازم اكو شيء وياها يعني. الناس ما تاكل الكلام، صحيح. الناس تريد شيء ملموس، المراه تريد شيء ملموس قدامها. في ما عدا الظروف، في ما عدا اكيد طبعا اكيد ماكو بيت ما يمر بظروف معينه، نكسه تخص الرجل، ظرفه الصحيه ما يسمح، وقع بالشغل، خسر فلوس، هنا أنا لا، المراه حتى لو تصرف على البيت هنا انا اقول انه هذا هي مجبوره هنا. ليش مجبوره؟ لانه اذا هو شريك حياتها وعمره كله ما مقصر عليها وكريم ويصرف عليها وما عنده هاي التفكير، لا هنا اسانده، هنا اذا ما سانده فانا انسانه سيئه. العكس، لكن الظروف مو معناته صيغه او سلسله الحياه اللي احنا عايشين بها. اتفق بنات.